صباح الخير، صباح الخير عليكم جميعا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. النهارده حلقتنا النهارده هنتكلم عن الغربه. يعني ايه الغربه؟ يعني لما يبقى في حد مسافر لشغل بره ولا حاجه ولا كده. طبعا يا جماعه اللي بيسافر بره ده يعني بيبقى اكيد هو خلاص يعني فاض بيه ان هو يلاقي شغل مثلا في بلده، فعشان كده لو جات له سفريه ولا حاجه بيسافر. بس الناس بقى يا ولدها ما بيسيبوش في حاله، بيتنهم يقروا عليه لما بيجيبوا اجله. يعني الغربه والشغل بره ده شغل بيبقى تعب. طبعا اللي بيتغرب بره مش في بلده، مش جنب اهله، مش جنب حد، يعني بيبقى تعب، تعب جامد. بيشتغلوا شغل بصراحة بره، شغل يعني شغل يعني بره، اذا كانوا العمل بتاعهم 7 ساعات شغل او 12 ساعة شغل، ده شغل يعني شغل. اذا كان ليك نص ساعة مثلا راحة ولا ساعة ولا كده، بعد كده بيبقى شغل. يعني ما تتلفتش الموبايل ده، حتى ما تمسكوش في ايدك، ده شغل بره، غير شغلنا احنا هنا كمصريين. لا، انت ممكن تروح اي مصلحة حكومية، اي شغل، تلاقي مثلا المدام بتفطر، تلاقي الاستاذ بيشرب سيجارة وبيشرب شاي، مش هيعمل حاجة لما يشرب السيجارة والنسكافيه او الشاي بتاعه، او المدام بتفطر، او المدام مش فاضية في موضوع شغلها فبتكلم فيه صاحبتها. ده الشغل اللي عندنا. انما شغل بره لا، شغل يعني شغل. فاللي بيسافر بره ده يعني كفاية الغربة اللي هو فيها، بالذات لو مش واخد اهله معاه. يعني لو هو مثلا مسافر سنة اتنين، يقول لك مثلا اعمل اي حاجة كده مثلا امشي نفسي، وبعد كده بقى الدنيا تحلى معاه وما ياخدش عيلته، لا، ده بيشوف المر اللي في الدنيا. فالواحد بينصح بقى كل واحد مسافر بره، انت لقيت نفسك سنة اتنين خلاص انت هتتأقلم على شغل بره، وان انت هتقعد هناك، وان انت هيبقى هو ده رزقك اللي هناك، اخد عيلتي معايا. لان بعد كده، بعد ما بيقعد له مثلا بقى 10-15 سنة من غير عيلة، من غير عيلته، من غير اولاده، من غير زوجته، بينزل بيلاقي الاحوال متغيرة. هو بيبقى زي بنك بيبعت فلوس وخلاص. انما طبعا هو لا ربى عيل ولا ربى بنت، والام هي اللي بتربي والام هي اللي بتتعب. فلما بيجي بقى الاب هنا ينزل، بيبقى الاولاد مستغربينه. حتى لو هو شاف اخطاء، لو هو شاف حاجه مش عاجباه، او شاف اي حاجه بقى، اي حاجه مش عاجباه، ويجي يعلق عليها ولا يجي يدي نصايح، وكاب الاولاد هنا ما بيتقبلوش. ليه؟ هما ما حسوش بوجوده معاهم، ما حسوش بالابويه بتاعته وهو في وسطهم. ده صح، ده غلط، ده ما اعرفش ايه. لا، هما ما شافوش كده. هما شافوا واحد غريب جاي بعد 15 سنه، هو ده ابوكوا، وهو ده بقى اللي يشوفكوا ويشوف مصالحكوا. طبعا بيبقى الحته دي بتبقى غلط. انت مسافر وخلاص وشايف نفسك هتاقلم نفسك على شغل بره، اخد عيلتي معايا. ما كانش يبقى انا اشتغلت سنه اتنين تلاته، يبقى انزل اعمل اي مصلحه في بلدي، جنب بيتي، جنب ولادي، جنب مراتي. ان انا لا، لازم يبقوا دولك معايا، يعني دي اسرتي، دي لازم تبقوا معايا. وكفايه بقى العين اللي هتبقى عليك، يعني انت مسافر، وكفايه بقى اللي انت بقى انت بتكبش من البحر وبتجيب. هي الناس بتبقى مفكره اللي مسافر ده كده، ان اللي بيسافر ده يا عيني وهو راجع بقى بيجيب شويه فلوس مليانه فلوس، كل من هب ودب بقى بتبص تلاقي عينيه عليه، اللي عايز حاجه، واللي عايز فلوس سلف، واللي عايز يبتدي مشروع صغير، اروح لابن عمي ولا اروح لابن خالتي ولا اروح لاخويا. فبيبقى اللي مسافر ده بره، صدقوني يا جماعه، يعني بيشوف المر اللي في الدنيا. كفاية لو حصلت له حاجة ولا تعب ولا أي حاجة، ما بيلاقيش حد من جنبه، من أهله جنبه.
في ناس يعني انا اعرف ناس مثلا الله لا يقدر ولا يكون بتحصل لهم حوادث ولا ما بيلاقيش حد جنبه، ما بيلاقيش حد يديله الدواء، ما بيلاقيش حد ينول له كوبايه ميه. فالغربه تمنها صعب، الغربه مش بالسهل، الغربه يعني شقى، يعني تعب، يعني حفر في الصخر عشان يرجع وجايب قرش ويرجع ثابت نفسه وعامل حاجه ان الناس ما تتكلمش عليه ولا تقول ده راح واتغرب وعمل، وفي الاخر جاي يا مولاي كما خلقتني. في ناس بتسافر كده، في ناس بتسافر بتقضي عمرها كله في السفر وبترجع ولا كانها عملت حاجه، يمكن بترجع بعد كده تتسلف. فاللي بيسافر ده بيبقى يعني ربنا يعينه وربنا يقويه، محدش يبص له في رزقه، محدش يبص له في 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 حاجته. طبعا ده رزق بيبقى ربنا بعته له، طالما ما لقاش رزقه مثلا في البلد اللي هو فيها ولا كده، هو بيبقى ربنا كاتب له وقاسم له رزق في مكان تاني وبلد تانية. بس هي الناس يعني تبعد عينيها شوية عن الناس اللي هي بتسافر بره دي، لان انا بقول لكم هو شغل بره مش زي شغل عندنا، مش زي شغل المصالح عندنا، ان الاستاذ بيشرب شاي او الاستاذ بيشرب، المدام بتفطر ولا كده. لا، شغل بره بيبقى شغل يعني شغل. حتى الموبايل ده ما بيمسكوش في ايديهم. فاللي عنده حد مسافر، اذا كان اخ، اذا كان ابن عم، اذا كان ابن خال، اذا اي كان بقى زميلك، اي حد، ما حدش يبص له في رزقه يا جماعه، وما حدش يبص له، لان ما حدش شايف هو عايش هناك ازاي او بيحصل له ايه هناك. فربنا كرمه وربنا عطاه وربنا رزقه، يبقى ده نصيبه اللي ربنا قاسمه له وكاتبه له. وكل واحد اجتهد، اذا كان بره او اذا كان هنا او اذا كان في اي حته، ربنا هيديله رزقه. بس اهم حاجه الواحد يجتهد في شغله ويراعي ربنا في شغله. يعني واحد راح للصحابه، لواحد من الصحابه، وقال له انا رزقي قليل مش عارف اعمل ايه. قال له اشتغل كتير. قال له اشتغل كتير. قال له المهم صاحبنا ده مشي وراح اشتغل شغلانتين، يعني راح شغل ورجع من شغل، راح شغل برده الرزق زي ما هو. فرجع تاني للي هو اساله دوت، فقام قال له انا اشتغلت، طلعت من شغل، رحت شغل، بس برده قرشي محدود. قال له انا ما قلتلكش اطلع من شغل روح شغل، انا بقول لك اشتغل كتير. يعني لما تبقى في مكان شغل اشتغل على قد ما تقدر، اشتغل، يعني مش اروح شغلي اشتغل ساعه ساعتين وبعد كده خلاص اقعد، لا، اشتغل على قد ما تقدر، حلل قرشك عشان ربنا يكرمك بيه، علشان ربنا يبقى قرش حلال، يبقى ربنا يبارك لك في القرش ده. فاشتغل، يعني تشتغل بما يرضي الله، مش اشتغل ساعه وازوغ ساعتين وثلاثه، لا طبعا ده ما ينفعش. ربنا يدي كل واحد ويدي كل واحد على قد دنيته، وربنا يرزق الناس كلها اللي هنا واللي بره واللي في اي حته بيشتغلوا، ربنا يرزقكم ويكرمكم ويرضيكم ان شاء الله بالقرش الحلال باذن الله. ويا رب يا رب ابقى خفيفه عليكم، ما ابقاش ثقيله عليكم. واستودعكم الله، وباي باي.